مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو نصائح وحيل. فيديو اليوم شوي مميز، حنتكلم عن كيف تصيري تيست نيتر. تمام، في واحدة سألتني على الانستغرام انه كيف أصير تيستر أو كيف أشتغل بترونات لسه ما نزلت وأجربها أنا قبل ما تنزل. طيب، في حاجات لازم تحطي في بالك قبل ما تكلمي المصممة. أول حاجة، المصممة حتكون نشرت بوست على الانستغرام أو موقع رافلري إنها بتدور مجربات لبترونها. طيب، في حاجة لازم تكوني عارفته إنه البترون حتكون باللغة الإنجليزية، تمام؟ وثاني شيء، لازم يكون عندك إيميل وموقع وحساب على موقع رافلري. في كثير مصممات ما يهتموا لهذا الأمر، بس البترون اللي حينزل على موقع رافلري لازم يكون عندك حساب موقع رافلري، عشان لما هي تنزل البترون انت كمان حتنزلي صور لشغلك على الموقع نفسه. طيب، بوقف شوية الشغل هنا عشان أركز مع الكلام. المصممة حتحط لك بعض الشروط، ممكن حتتشرط إنه لازم تشتغلي بنفس الخيط، وإنتي لازم تكوني مضطرة إنك تشتغلي بنفس الخيط. المصممة حتعطيكي وقت معين إنه إنتي تبدأي فيه وتخلصي فيه، وإنتي لازم تلتزمي بهذا الشيء. وكمان حاجة، انه كل بترون المصممة حتكتب انه بترونها يحتاج فيها بعض التقنيات، وتقول لك ايش هي التقنيات اللي حتستخدميها في البترون، وانتي لازم تكوني متمرسة او تعرفي عنه او مجربته من قبل كذا. اذا انتي مبتدئة ابدا لا تقربي من البترونات اللي لسه ما نزلت وتكوني تيستر، لانه هذا النوع من البترونات تكون يعني حيكون في احتمال انه يكون في له غلط. اذا فيها خطأ، المصممة لما تكتشف انه في خطأ في المقاس او في اي شكل من الاشكال، اذا لاحظت انه بترونها فيها غلط حتسحب البترون وتعدل فيه، وياخذ منها وقت، وانتي حتنتظري الين ما هي تخلص لك ترجع تعطيك البترون مرة تانية. غالبا المصممات حيدخلوا كل التيسترز او كل البنات اللي تقدموا لي عشان يجربوا البترون، حتحطهم في جروب على الانستغرام او جروب على موقع رافلري. يعني بشكل عام انه المصممات يعتمدوا موقع رافلري عشان تجمع المجربات هناك، وكمان انه اذا البترون بينزل هناك لازم يكون لك موقع، يكون لك حساب. تمام، في كم بنت قبل فترة تقول لي ان هي اخذت بترول لمصممة، وان هي اصلا لسه مبتدئة، لسه توها تعلمت التريكو، وشافت كذا كم بنت يقولوا احنا بنجرب بترون فلانة وبترون فلانة، فهي تحمست وراحت اخذت بترون لوحدة من المصممات. فالبنت هذه جالسة تقول لي الان انا وصلت لهذا المكان، بس انا مو عارفة كيف اشتغله، انا ما ادري ايش اللي مكتوب في البترون. تقول هي تعرف تقرأ البترونات بس ما قد قرأت هذا النوع من التقنية، واللي هي الدروب القصيرة مع بترون فيها بريوش. تخيل بريوش مع دروب قصيرة، جدا صعب. يعني انا بالنسبة لي لنفسي انا اشوف نفسي محترفة، يعني مو محترفة مرة، بس اشوف اني متقدمة او متمرسة، بس اني اشتغل دروب قصيرة مع بريوش جدا جدا صعب. انا الى الان ما اتقن البريوش، فقلت لها يا بنت البترون فيها كذا وكذا وكذا، ترى صعب انك تشتغليه، اعتذري للمصممة ورجعي لها البترون وخلاص انهي الموضوع، لانه ما حتقدري تكملي. تمام، مو يعني انك تاخذي البترون خلاص، يعني اخذتي البترون وما تشتغلينه، لا، هي حتتابعك، حتقول لك ها فين وصلتي، ها ايش رايك بالبترون، فيها شيء اعدله، كلمه غلط لاحظتي. يعني مو معناته بترون واخذتيه واشتغلتيه وخلاص انتهى الموضوع، ابدا لا، حترسل لك مستند على الوورد انه تعبي لها الملاحظات، تجاوبي على اسئلتها بخصوص البترون، وكل هذا باللغه الانجليزيه. بس انه شيء حلو
اذا الباترون ما فيها اخطاء وكل شيء تمام والامور حلو، حترسل لك نسخه للباترون الاصلي مجانا طبعا، والباترونات حتكون مدفوعه. هذا الشيء الحلو. وكمان شيء حلو ان انت، انا بالنسبه لي ليش انا اخذ باترونات، اخذ باترونات تيست عشان يساعدني على اني اتعلم تقنيات. انا مثلا اعرف الدروب القصيره تمام واشتغله مثلا، بس ما قد اشتغلته مع هذه الغرزه او مع هذا الخيط او مع هذا الباترون. انا ما قد جربت دروب قصيره في الشالات، ممكن لو شفت شال فيها دروب قصير ممكن اتقدم له عشان انا اخذه واشتغله واتعلمه. فهذا شيء حلو اذا انت كنتي تشتغلي تريكو، تعرفي تقري باترونات، عندك حساب على موقع رافلري، عندك ايميل، قد تعاملتي مع الاجانب. فمو معناته تاخذي باترون وخلاص انتهى الموضوع، لا ابدا، فيها مسؤوليه، فيها ابراء ذمه. ف الان بداوا ما شاء الله يطلع عندنا بنات باترونات باللغه العربيه، وبداوا يبحثوا عن تيسترز مجربات عشان يجربوا الباترون باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. فحلو اذا انت تقدمتي على باترون باللغه العربي عشان تكوني فاهمته اكثر. طيب فين تحصلي المصممات اللي يبغوا التستر؟ هذا هو السؤال الاساسي في الفيديو هذا. عندك جروبات على موقع رافلري، تقدري تفتحي حساب على رافلري وتنضمي في الجروبات هذه، والمصممات ينزلوا صور يوميا بشكل يومي، ينزلوا صور على مثلا التصميم اللي هم بيشتغلوا فيه، التصميم اللي هم يبغوا يدور عليها تيسترز. فبإمكانك تقرأ المعلومات وتشوفي متى تبدأ ومتى تنتهي، بعد كده تتقدمي لهم، هم يرسلوا لك الباترون على الإيميل. أو بكل بساطة تتعرفي على صديقتنا صفية. أمزح معكم، صديقتنا صفية هذه إنسانة ما أدري إيش أقول غير الله يهديها، دائما تورطني أنا والبنات بباترونات تيست لأنه دائما ترسل لنا. عموما إنه في هاشتاج أتوقع على على انستغرام اللي هو نيتينج تيست، بامكانك تدخلي على الهاشتاج وتشوفي باترون حلو وتتقدمي له. وكمان انه انت تتابعي اجانب، يعني مصممات اجانب يشتغلوا، هم لو بيشتغلوا على باترون جديد بامكانهم انهم يعني يحطوا بوست انهم يدوروا تيست كال، يعني يدوروا على مجربات. وكمان عندك طريقه ثانيه انك يعني تحصلي على باترون يحتاج له تجربة، اللي هو انا اشوف بعض البنات اللي اجانب طبعا عندهم بودكاست على يوتيوب اللي هو مذكرات حرفية بس بلغتهم هم، يعني باللغة الانجليزية. في بعضهم اسبوعيا ينزلوا، في بعضهم شهريا ينزلوا. فبعضهم من المصممات يدوروا يقولوا احنا عندنا ليست، مثلا تقولك انا عندي ليستة، إذا أنت حابة تكوني تيستر لتصميماتي انضمي لنا، ترسل لك كيف تعلمي كيف تنضمي لها، ترسل لك تحط لك رابط، الرابط هذا فيها موقع جروبها، جروب المذكرات حقتها على موقع رافلري، ومن هناك عن طريق رافلري تنضمي لها. فيصير إذا عندها باترون إيميلك يكون من ضمن اللستة حقتها، فتلقائيا تترسل لك باترونها الجديد، المعلومات طبعا انه تقول لك هذا مثلا هذا القبعة يحتاج له كذا اشياء، وهذه التقنيات هنا، هذا الديدلاين تبعه. عموما هذه بعض الشروط اللازمة، بعض المعلومات العامة اللي لازم تكوني عارفتها قبل ما تصيري تيستر، لازم تعرفيها قبل ما تاخذي باي باترون كتجربة. إن شاء الله ما أكون طولت عليكم وتكونوا استمتعتوا بالفيديو، نشوفكم في فيديو جاي ومع السلامة.